صباح الخير مشاهدي ان تي ان وقناتنا اللايف، يوم جديد ونهار سعيد يا رب ان شاء الله عليكم. النهارده الاربعاء 7 اكتوبر، وطبعا اكيد لازلنا في اجواء الاحتفال وذكرى نصر اكتوبر 1973 والذكرى 42. صباح الخير يا دين. صباح الخير يا شريف، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. اجازه كانت ظريفه؟ يعني الحمد لله. طب حلو، الحمد لله. يعني تمام. طبعا انا بهني كل الشعب المصري، وطبعا حرب 73 هي حرب استرداد الكرامه للامه العربيه كامله. كل سنه بجد يا شريف يعني بنكتشف بطولات جديده لناس ما نعرفش عنها اي حاجه. صحيح. فحلو قوي لينا والاجيال اللي بعدينا كمان ان احنا نعرف بطولات الشعب المصري المكافح، وبالذات نصر اكتوبر، لان تكاتف الشعب المصري كله مش مجرد بس الجيش المصري، كمان صحيح. الشعب المصري كله كان على قلب رجل واحد وكلهم كانوا ايد واحده. فانك تعرف البطولات دي بتبقى سعيد جدا وفخور انك مصري وفخور قوي انك من بلدك. كنا بنقرا على التجهيزات والاستعدادات اللي حصلت على مدار سنوات ما قبل النصر، يعني ما بعد الهزيمه وما قبل النصر. هتجنن بقى من الفتره دي. الفتره دي كانت مهمه جدا جدا وايجابيه جدا، والمنظور اللي نظر بيه الشعب المصري بكل فئاته والهيئات والجهات المعنيه، يعني لو اعلام لو سياسه لو اقتصاد، كل الالات كانوا متكاتفين معاه. كانوا متكاتفين وكان عندهم هدف واضح، وهو مش فكره احنا هنتغلب على العدو. يعني هي دي فلسفة نجاح 73، ان احنا مش هنتغلب على العدو، احنا عندنا عدو وهنتغلب عنه عليه ولازم ننتقم، مفيش قصة دي خالص. هو كان بالنسبة لهم كل همهم يدعموا الجندي المصري، يفهموه ان هو طبعا، بس الاساس هو انه اهم حاجة ان الجندي المصري ده اللي حس للحظة ان هو ممكن يكون فقد جزء كبير جدا من ثقته بنفسه في 67 لاسباب بقى مش وقتها دلوقتي خالص، يعني كان اهم حاجة ان كل بيت مصري وكل شارع مصري وكل مكان يقول له لا انت كويس وانت تقدر وانت هتعرف. لا انا كمان الفتره اللي بالنسبه لي الست سنين حرب الاستنزاف، البطولات اللي كانت موجوده، البطولات حتى الفرديه والاستشهادات كلها دي كانت بالنسبه لي عامله لي علامه استفهام كبيره قوي، ان انت عندك ست سنين الشعب نفسه محبط، الجيش نفسه محبط، وفي نفس الوقت في السبع سنين دول قدرنا احنا نبني الجيش والشعب المصري كله كمان من فلوس المصريين من ضرايبهم. كان في ترشيد للاستهلاك، ما كانش في ازمات. حرب 73 كانت في رمضان، ما كانش في نقص في المواد، ما كانش في طوابير، ما كانش مع ان دي كانت من عز الازمه الاقتصاديه. ما كانش في قناه السويس، ما كانش في سينا، ما كانش في سياحه. صحيح. كان عندك مواردك الاساسيه ضايعه، كان عندك 80% من القوى العسكريه عندك مش موجوده اصلا، بيعاد بناءها من اول وجديد، ومع هذا الشعب المصري صبر لحد ما حقق الانتصار. الدروس دي احنا لازم نسمعها ونقراها كويس قوي، تحديدا حتى كجيل شباب. صحيح. مهم جدا نعرف الناس دي عملوا ايه وعملوها ازاي زي ما بيقولوا. وكان اهم حاجه اللي كانت موجوده بالظبط، واهم درس هو الاستفاده من اخطاء ما قبل 67. حتى الاعلام، مؤسسات الاعلام، عبد القادر حاتم. صحيح. ابو الاعلام المصري رحمه الله، اهم قرارات خدها كانت متعلقه بتصحيح المسار عن الاخطاء اللي حصلت في 67. يعني مفيش تعتيم، يعني يكون في توحيد بين الجهه العسكريه وبين الجهه الاعلاميه، ويبقى في توحيد في التقارير، يبقى في تكتم كامل على كل ما هو مهم. اللي يقرا مثلا بيانات الاخبار او البيانات المهمه هم الرجال مش سيدات. ليه؟ بعد كامل الاحترام للمذيعات السيدات عشان خاطر ما يبقاش في اي انفعالات، يبقوا احاديين الاداء. تكاتف جميع مؤسسات الدوله والخطه فعلا. طبعا تحيه للشعب المصري المكافح، تحيه للجيش المصري، وخلينا نبدا مع حضراتكم ونستعرض اهم الفقرات اللي معانا النهارده. بنبدا معاكم فقره الصحافه، ونورنا فيها الكاتب الصحفي المتميز محمد طلعت الهواري وسكرتير عام جريده المصري. بعدها على طول وزي ما قلنا تاني طبعا في فقره اللواء احمد عاصم، لكن بعدها على طول هيكون في الذكرى 42 لحرب اكتوبر. بنستضيف مجموعه من الشخصيات المهمه جدا اللي لها تجربه مهمه جدا في هذا او هذه الفتره. هيكون معانا لواء عمرو الزاهد، وهو رئيس شرطه اللواء 24 مدرع بحرب اكتوبر. واللواء احمد عاصم وضيفه السيد عصام الكيال، ومدير مشروع الطريق الدائري الاقليمي. وموضوع مشروع الطريق الدائري، بس برضه عايزين نتكلم في زحمه المرور. طب يعني بجد ان شاء الله والف الف مبروك. بعد كده هنتكلم عن الانتخابات، والحقيقه هنتكلم تحديدا عن شكل يعني او ملامح الخريطه الانتخابيه لعام 2015، وده هيكون مع ضيفنا وهو الدكتور محمود مهران، محلل سياسي ورئيس حزب مصر. واخيرا خبر بيهم كل السيدات، وهو رصد الشعب المخلفات والغش في الشامبو والميك اب والادوات اللي هي تجميليه. فهيكون معانا السيد محمود الدجوي، ورئيس شعبه الكوافيرات بالغرفه التجاريه، وهنتكلم ازاي نقدر ان احنا نختار المستحضرات الصحيحه، وازاي ان احنا كمان نتفادى المستحضرات الموجوده اللي فيها غش اللي ممكن تضره بالبشره او بالشعر. نبدا على طول يومنا، في نهاركم سعيد، وان شاء الله يكون نهاركم سعيد.